هذه وجبة سهرة الويكند وصدقوني ما في ألذ منها. هذا بلا يأكل ومستحي. المهم ما علينا منه. أول شيء عندنا حبيب البطاط، وبليز كثر لي البطاط بعد، بس رشة شيدر تشيز خفيفة لطيفة وفوقها الموزريلا عشان تساعدنا في المطمطة، وأنا أعرفكم تحبون تصورون حق الربع، وبعدين ناخذها على الفرن لين يذوب التشيز. بصراحة كان في خاطري أوقف تصوير في هاللحظة وآكل، بس كملت عشانكم. المهم نقلي نجتس أو أي دي أي قدامنا في الثلاجة ونضيفها على البطاط، مسوي فيها اتيكيت وأرتب، وعقب شوي بيبي ليد. للصوص ضفنا كاتشب وفوقه مايونيز، هذو العيد. وآخر شيء البافلو صوص، ياريت لو يكون شوي سبايسي. يا جماعة الصوص عجيب، تقدرون تستخدمونه حق وايد أشياء. شو الحركات، ضفنا الصوص على البطاط والحين التشيتوز وخلصنا، وعليكم بالعافية. والطعم شو؟ خبال.